الكشافة الإسلامية الجزائرية لولاية عنابة اليوم وفي إطار الخطة السنوية تنظم التجمع الولائي للأسداس أو رؤساء المجموعات الصغيرة تحت شعار أشبالنا مستقبلنا بالقلعة الحفصية أعالي ولاية عنابة. هذه الدورة يؤطرها قادة متمرسين وقسمت إلى عدة ورشات، منها الورشات التكوينية والتدريبية، كما أن هناك ورشات لمختلف التقنيات الكشفية، إضافة إلى بعض الألعاب التي تضفي شيئا من المرح والسرور على أبنائنا الكشافين. هذا التجمع الأشبال كان تحت رعاية مديرية الثقافة لولاية عنابة، وهي مشكورة على أن أتحت لنا هذا الفضاء المميز الذي جرى فيه هذا النشاط المميز. شكرا لكل القادة، ونشكر بالأساس المسؤول الولائي لقسم الأشبال القائد فاتح ظهير على كل الجهود التي يبذلها ولجنته التي سهرت ليالي وأيام من أجل التحضير الجيد لهذه المناسبة. نشاط ولائي الأسداس الأهداف تاعو بارزة واضحة، يعني أنه الفرد يهيئ روحه ويحضر روحه كيف يتعامل مع السداسية، كيف يكون السداسية تاعو، كيف يندمج مع السداسية نتاعو. والحمد لله يا ربي أنه النشاط كان ناجح قرابة 95% نسبة، يعني كاين بعض ثلاثة أفواج ما شاركوش من بين 27 فوج. باش تعرفوا الناس السادوس، يعني معنى السادوس، السادوس هو رئيس المجموعة الصغيرة اللي هو اللي يترأس الأفراد من ستة أفراد في الوحدة. أول مرة نحضر نشاط كهذا بالقلعة الحفصية، ولاحظت أن يعني الكشاف في مدينة عنابة عنده أنشطة متنوعة، يعني حاجة ملاحة، يعني بدني شارك، يعني نشكروا أنهم جاوا التجؤوا لينا باش نساهموا في النشاط تاعهم. يعني لاحظت كاين أنشطة متعددة وحنا معاهم كاش ما يحتاجوا، كاش ما مديرية الثقافة ديما معاكم. اليوم اللقاء الولائي للأسداس، اليوم شاركنا في هذا اللقاء حيث كانت مهمتي في هذا اللقاء هو ورشة العقد والربطات، حيث تمت والحمد لله بنجاح هذه العملية. شوف احنا نبداو بالعقدة البسيطة، صح؟ ما كانش اللي ما يعرفش يربط السيارة تاعو. نعرف. هاي العقدة البسيطة. هكذا هكا. محيط بالإكس كما هذه ألفة ومحيط بها هذه بسم الله. هاي محيط بها يعطيني.